اهلا بيكم. اقل من 24 ساعه وتنتهي المده الرابعه والاخيره للتقدم في تصالح في مخالفات البناء، وللمقرر ليها غدا الاربعاء 31 مارس 2021، وده المفروض المده النهائيه، مفيش اي مد لفتره تانية لان القانون بيمنع ده. طب ايه هيحصل؟ هل فعلا هيكون دي اخر مره؟ طب واللي ما قدموش موقفهم ايه؟ طيب في مناقشات ان يتمد تاني ولا لا؟ ايه هيحصل الفتره الجايه وموقف مجلس النواب؟ هل هيوافق على التعديل وانهم يدوا فرصه 5 للمتخلفين انهم يقدموا في التصالح؟ كل ده هعرفه لكم واقول لكم المستجدات اللي حصلت. تابعونا. ما تنسوش لو اول مره تشوفونا تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. رسميا هتنتهي مده التصالح في مخالفات البناء بكره الاربعاء نهايه مارس الحالي، وده طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وزي ما عارفين ان الحكومه اعلنت في ديسمبر 2020 عن مد مهله التصالح في مخالفات البناء لحد اخر مارس الجاري، كون دي الفتره الرابعه اللي مدت فيها الحكومه التقدم للمخالفين في التصالح قبل ما تضطر للتعامل بقسوه معاهم. ووقتها وافق مجلس الوزراء على مد فتره التصالح في مخالفه البناء لمدة 3 شهور بصورة نهائية لتنتهي الفترة دي آخر مارس اللي هو بكرة، وده طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء. ومن المفترض كمان ان يسدد المتقدم 30% من قيمة التصالح كجدية تصالح، وده لو قام بالسداد في شهر يناير 2021، المفروض ان يكون سدد 35% لو قام بالسداد في شهر فبراير اللي فات. اما شهر مارس ده فيسدد 40% بدل من 25% واللي سبق اقرارها في اول الاشهر اللي اعلنوا فيها عن التصالح. طبعا شهر 3 بيخلص وفاضل يوم واحد بس، وده اللي خلى وزارة التنمية المحلية بقت بتناشد المواطنين المخالفين في التصالح في مخالفات البناء بكل المحافظات بسرعة تقديم طلب التصالح قبل نهاية الشهر، وده يكون للمراكز التكنولوجية في المدن والأحياء لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائي وتقنين أوضاعهم. وقال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إن الفترة متبقية لحد بكرة بالليل، وإن ده هيكون آخر موعد لتلقي طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية لسنة 2019 واللي اتعدل في 2020. وضح كمان انه من بدايه فتح باب التلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء في يوليو اللي فات ان كان في تعليمات لكل الوحدات المحليه والمراكز بالمحافظات بالتيسير على المواطنين وتقديم كل التسهيلات لسرعه انهاء اجراءات تقديم طلبات التصالح للمخالفات العشوائيه للدخول تحت مظله القانون وتقنين اوضاعهم، والاستفاده كمان من فوائد التصالح اللي هي امكان ادخال المرافق من غاز وكهرباء وميه، والحصول على تمويل بنكي بضمان العقار او الوحده او التعامل الرسمي على الوحده وزياده القيمه السوقيه للعقار. كشف خالد قاسم ان عدد المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء العشوائي بمحافظات الجمهوريه لحد دلوقتي بلغوا 2,784,000 مواطن، وكمل ان بعد الانتهاء من المهله دي واللي حددتها الحكومه للتصالح في مخالفات البناء هيتم البدء في استكمال اجراءات التصالح على مخالفات البناء، وده من قبل المهندسين لمطابقه الرسوم الهندسيه والبحث كمان اوراق التصالح على مخالفات البناء المقدمه من المواطنين والفصل في الطلبات المقدمه للتصالح، وده هيكون من خلال لجان مسؤوله. ووضح مساعد وزير التنميه لأن تم إنجاز أكتر من حوالي 78% من إجمالي المخالفات، والأمر اللي بيعتبروه إنجاز حصل في الملف ده. طيب وبالنسبة للمصير اللي مقدموش التصالح، قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي إن مصير المتخلفين عن التصالح على مخالفات البناء هتحدده لجنتين من وزارتي التنمية المحلية والإسكان برئاسة الوزيرين، وبعدها هيقرروا إيه اللي هيحصل معاهم. وطبعا زي ما إحنا عارفين واللي قالوه الفترة اللي فاتت هيكون قطع المرافق عنهم ولو كانت موجودة أو عدم توصيلها لو أصلا ما كانتش موجودة، وكمان ممكن العقوبات توصل لإزالة العقارات دي. واكد كمان وزير التنميه المحليه اللواء محمود شعراوي ان مفيش مد مهله لتلقي طلبات التصالح مره ثانيه او مره 5. وكشف كمان ان محافظات البحيره والشرقيه والقليوبيه من اعلى المحافظات من حيث تلقي طلبات التصالح، وتقدم التسهيلات للمواطنين علشان يقدر اي مواطن يقدم طلب التصالح، وده من خلال تقديم صوره البطاقه الشخصيه بس وسداد قيمه جديه التصالح، وبعدها تستكمل الاوراق المطلوبه للتصالح، بجانب كمان اقرار تخفيض لاسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10 ل 75%، وانخفضت اسعار التصالح في الكرة والعزب والنجوع ل 50 جنيه للمتر السكني، وده تيسيرا على المواطنين، وكمان خصموا 25% في حاله الدفع الفوري لرسوم التصالح للتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على التصالح في مخالفات البناء. ده بالنسبه للحكومه. طيب امال بقى مجلس النواب وهو الوحيد اللي ليه سلطه انه يعدل على قانون التصالح في مخالفات البناء علشان يكون في مده تانية للتصالح؟ في جدل دلوقتي ونقاشات بتحصل في مجلس النواب علشان الازمه دي ونهايتها هتكون ايه، واللي المفروض كان يخرجوا باعلان لكن لحد دلوقتي ما حصلش اي حاجه ولسه مش عارفين هتتحل
تتمد تاني ولا لا، وده اللي كشفه عدد من النواب واللي معظمهم رفضوا مد مهلة التصالح في مخالفات البناء بعد كل المدد اللي فاتت، وقالوا ان مد مهلة التصالح في مخالفات البناء هيفقد القانون قوته وتأثيره في المجتمع، خاصة انه تم استنفاذ عدد مرات مهلة التصالح كلها اللي هي 4 مرات، وشايفين ان الدولة لازم تضرب بإيد من حديد على كل المخالفين في اعمال البناء. وقالت النائبة سحر القاضي عضو لجنة الاسكان بالبرلمان ان في مطالبات ليهم كنواب من اهالي الدائرة بضرورة مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، ولكن اكدت ان من الناحية القانونية احنا بنلتزم بانتهاء مهل التصالح خلال شهر مارس الجاري. وقالت النائبة احنا دلوقتي ما بين خيارين، اما الاستجابة لمطلب الجماهير بمد مهلة التصالح او التخلي عن الالتزام بالناحية القانونية والمطالبة بمد المهلة. وقالت كمان عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب اننا لو لقينا ان في مطلب من اغلبية اهالي الدوائر فهنقوم بالتواصل مع النواب للمطالبة بادخال تشريعي لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء مرة جديدة، وده ليكون في صالح المواطن في الاخر. وكمان كشفت عن وجهة نظرها وقالت ان في حالة مد مهلة التصالح في مخالفات البناء فده هيزيد من حصيلة المبالغ المستحقة للتصالح واللي هتدخل للمحافظة. اختلف معاها في الرأي ده النائب امين مسعود امين سر لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللي قال انه يرفض ادخال اي تعديل تشريعي على قانون التصالح في مخالفات البناء بحيث يمد مهلة التصالح مرة تانية بعد انتهائها نهاية شهر مارس الحالي. واشار كمان ان الدولة عليها ان تضرب بيد من حديد على كل المخالفين في اعمال البناء، خاصة ان الدولة هي اللي بيلقى عليها اللوم في الاخر مش المواطن. وكشف ان تزايد سقوط المباني المخالفة بيحتم علينا التشديد على تحصيل المبالغ المستحقة من التصالح في مخالفات البناء، واللي كان اخرها انهيار عقار جسر السويس. وقال احنا في حاجة لتفعيل الضمير لدينا وان يكون على قدر كبير من تحمل المسؤولية. وقال عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب اننا لسنا في حاجة لاجراء تعديل تشريعي لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، فقال احنا مش محتاجين مد المهلة تاني اكتر من 6 شهور. واوضح مغاوري ان عدم مد مهلة التصالح في مخالفات البناء هيعود على المواطن بالالتزام وعدم الشعور بالتراخي والكسل، واكد كمان ان مد مهلة التصالح في مخالفات البناء بيفقد القانون قوته وتأثيره، خاصة ان تم استنفاذ عدد مرات مهلة التصالح لحد دلوقتي، وكانت قررت الحكومة مد مهلة التصالح في مخالفات البناء لحد نهاية شهر مارس الحالي وهي المرة الرابعة اللي قررتها، وكانت قررت الحكومة العام الماضي مد فترة التقدم للتصالح في البناء 3 مرات، وكانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر ولحد 31 أكتوبر، والفترة الثانية من 31 أكتوبر ولحد 30 نوفمبر 2020، والفترة الثالثة من 30 نوفمبر ولحد 31 ديسمبر اللي فات. ونص قانون التصالح في مخالفات البناء سنة 2019 وتعديلاته في 2020 على إنه يجوز للحكومة مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور. ما تنسوش لو أول مرة تشوفونا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد.